شعوري والله الفرح عمره ما يخص قلبي 16 شهيد اللي فيها دم الشيخ نزار واولاده وقبله اولاد اخوه وقبله اخوه واولاد عمه 25 شهيد لنا الله يرحمهم الله يرضى عليهم الله يفرحنا بالنصر يا رب الانسانيه يا رب والله شعوري مش طايقه الفرحه اللي جواي متهيألي ان احنا انتصار منصورين على عدوينا وان شاء الله يكون اكبر فرحه اكبر من هيك ومن هيك وان شاء الله كل اللي فات انسيناه كله احنا عايشين جديد في الفرح اللي احنا فيه وفي الامل اللي احنا فيه وقد ما بيصير فينا الحمد لله مش شايلين هم ولا جعانين ولا صار فينا اي حاجه واحنا انتصار كبير هذا عند الله سبحانه وتعالى. هذا العرس الكبير نشأت فكرته بعد الحرب حرب الفرقان التي شنت علينا في قطاع غزة حيث سقط في هذه المنطقة في شمال غزة ما يزيد على 500 شهيد. أردنا أن نرسل رسالة إلى أكثر من جهة. الرسالة الأولى نرسلها للعدو الصهيوني لنقول نزف اليوم 900 عريس وعروس من منطقة جغرافية صغيرة لنقول للعدو أننا سننتصر على إرادة هذا العدو أن إرادتنا كشعب فلسطيني تنتصر عليه وإرادة المقاومة وإرادة الشعب الفلسطيني وصمود الشعب الفلسطيني ينتصر عليه ينتصر على حصاره ينتصر على مؤامراته ينتصر على جبروته وتكبره. رائع ونشكر كل من ساهم وأشرف على هذا المشروع الجميل. حقا أنه شعور رائع لا يوصف كونه يأتي بعد الحرب وبعد ظن شعوري وبهجة وفرح وسرور.